بشوف ذني اوفن على صفحه، اول فيديو على مودين بس اوفن هسه حاليا. الدهون مالتك حتى تحترق الموجوده اللي بجسمك لازم تمر بثلاث مراحل، تفتتها وبعدين تنقلها وبعدين تحرقها. شلون ذني هذا يصيرن؟ شلون احرقهن؟ هسه راح افهمك اياها. نظام غذائي متكامل بجسمك، شو تريد اكل؟ الف عافيه، حسب سعراتك الحراريه. سوي بيها عجز وتعلم نادي اتدرب وخذ كارديو وتدرب تمارين الحديد. بعدها اذا تريد تسرع هاي العمليه كلها ايش تاخذ؟ سي ال اي، عباره عن احماض دهنيه لا اكثر ولا اقل. وتاخذ الكارنتين. السي ال اي شنو راح يسوي لنا؟ راح يفتت لنا الدهون اللي عندنا، والكارنتين راح يساعدنا على نقلها بشكل اسرع. واثناء عجز السعرات الحراريه والتمرين مالتنا الدهون مالتنا راح تروح عن طريق لو حمام النوع اول او ثاني، لو عن طريق نسبه قليله من التعرق، لو عن طريق الشهيق، لانه الدهون تحترق عن طريق الشهيق والزفير. ودائما انا اقول لك صحصحوا يا غفيله.